محكمة في الحسيمة شمال المغرب بسجن 25 متهما لمدة 18 شهرا مع النفاذ على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي تهز الريف شمال المملكة منذ أشهر، كما أعلن محامي الدفاع عن المتهمين أحكام رد عليها السكان بالمزيد من الاحتجاج. سيدي كل سنة عاد جموح أريم كل سنة مولاي محمد سيدي تمسن إيديا دايت مسن عمر خالخيزم سيدي مغناس النميضر أريم مغناس النريف سيدي وباسمي البدوي وليون يا ديني غادي عيت من الوايد يا كنت شتيق ورفق ماذا ونجي غنيني صبر على اليقين آتي سول ربي يتاوي العفون يا مقار الله الغدر ذي الإثمار يا موسن غيب ردايا لتسوتيوين يا دربي عويتوني كل آيات المسيحين هاتي نوار نديد هايتي مطر أعطاس من ست سنين تشحلنا حباسي هاتي رتيت ساغن غير التنين غير التيافان جدر مياش سراحا هاتي هات الموتين لان هات مدى سنتيسي ما مانيم سرش ما سنتليسي أنا ردي الناغ دوي ما سنشال هاتي هات الموتين هاي الناغ هاتك ما انت ردي الناغ نقص البط يا نمشي الداق يا سلي ونداتي تكيا غين برغيفي
يا تفوس يفوس ديام يا الوقاق يا إزاي وقال أبو التايات تنفوق.